السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله دومكم بخير وياكم مالكم من هالكوس كلاود هاوس. نرجع لكم بفيديو اخر وريفيو اخر، هالمره راح يكون على الايجس ليجند كيت من شركه جيك فيب. هذا الكيت من احد احدث منتجات شركه جيك فيب، والمود هو الاصدار الثاني من سلسله مودات الايجس. طبعا المود معروف بشكله الفريد وكذلك بصناعته الراقيه. طبعا هذا المود يتوفر بالشروط العالميه للحمايه واللي معروفة بالاي بي، طبعا مستواها اي بي 67 واللي معناته انه ضد الغبار وكذلك ضد الماء. بنفس الوقت هذا المود متطابق مع المعايير العسكرية لكونها ضد الصدمات. اقصى واطية للمود 200 واط وتقرأ مقاومات لحد 0.05 اوم. التانك اللي يجي بالكيت هو الايرو ميش فيرجن، طبعا تانك حاله حال اي تانك اخر، يستخدم كويلات البيبي بيست. ما راح يكون اهتمامنا بالتانك ولكن اهتمامنا اكثر شيء بالمود. هسه خلينا نقرب الكاميرا نشوف محتويات علبه الايجس ليجند كيت، وراها نبعد الكاميرا نتكلم عن ايجابيات وسلبيات هذا الكيت ونتكلم عن الجيف اوي لهذا الفيديو. شباب هسه نجي نراجع محتويات علبه الايجس ليجند كيت من شركه جيك فيب. طبعا لون الكت اللي موجود على العلبة هي نفس لون الكت اللي موجود داخل العلبة. بظهر العلبة كاتب لك شوية مواصفات عن الكت، وكذلك هنا عندك المكان اللي تشخطه ويطلع لك الرقم السري وتتأكد إذا المنتوج أصلي أم لا. علبة الأيجس لاجن كت تحتوي على أيرو ميش فيرجن سب أوم تانك، زجاجة إضافية سعة 4 مل، كويل إضافي أبو الأربع فتحات، المقاومة 0.15 60 إلى 80 واط، مود ايجس ليجند 200 واط، باكيت الحبشكلات واللي يحتوي على كيبل الشحن والتحديث مايكرو يو اس بي او اللي نسميه بالعاميه كيبل شحن الجالكسي، كيس يحتوي على قطع غيار للمود مثل ما نشوف هنا عندنا اربع براغي لجسم المود، وكذلك هنا عندنا قطعه ربل واللي تسد فتحه المايكرو يو اس بي، مجموعه ربلات اضافيه للتانك وكذلك ادابتر مبسم 510، دليل المستخدم للكت، ظرف يحتوي على اولا بطاقة تحذير لكيفية استخدام المود او الكت، كذلك حول البطاريات، بطاقة تبين لك الالوان الرئيسية، طبعا فوق هذين الالوان هسه ضعت الوان لوك جديدة، واخيرا بطاقة الضمان. اول شيء راح نراجع الايرو ميش فيرجن سب اوم تانك، طبعا قطر هذا التانك 25 ملم، الارتفاع 45 ملم، السعة الحالية 5 ملل، طبعا الزجاجة الثانية اللي تجي وياها واللي تكون عدلة سعتها 4 مل، المبسم اللي موجود على التانك طبعا 810 جون ستايل، مثل ما تلاحظون ماكو اي ربل على المبسم، الربل صاير داخل الكاتش كاب، تعبئة التانك تعبئة فوقية، طبعا مجرد نص فرة للتوب كاب وينفتح، عندنا هذين الفتحتين لتعبئة الجوز، رجاء لا تخلي اي جوز بالنص يصير عندك ليك. عندنا فتحتين اير فلو، واحدة على كل جانب، لما تفتحها بالكامل يوقف، لما تسدها بالكامل يوقف، اللي تسوي من اي جهة يكون نفسه من الجهة الثانية. اللي جوا نشوف انه مكتوب ايرو ميش فيرجن ديزاين باي جيك فيب، وهنا أنا عندك شيء مثل رقم التسلسل ورقم الموديل، طبعا الفايفتين طالع من مكانه، ولكن ما انصح باستخدام السب اوم تانك على اي نوع من انواع الميكانيكال مود. الكويل اللي يجي مشدود داخل التانك اسمه ميش اكس 1، طبعا الميش مصنوع من الكانتال، المقاومه 0.2 30 الى 90 واط، افضل واطيه هي 60 الى 80 واط، طبعا مثل ما تلاحظون موجود ب ميش واير. هذا الكويل طبعا كويل الام 2 للسموك بيبي بيست تانك، شوف اذا ينشد على الايرو. مثل ما تلاحظون هذا التانك تقدر تستخدم به كويلات السموك بيبي بيست. هسه التانك جاهز للاستخدام، راح نعوف الكويل يتشبع بعد بالجوس على ما نراجع المود. شباب هسه نجي نراجع الايجس ليجند 200 واط مود، طبعا عرض هذا المود 45 ملم، ارتفاع المود
90 ملم، ثخن المود 30 ملم، وزن المود بدون البطاريات 201 غرام، وزن المود مع البطاريات 293 غرام. طبعا مثل الإصدار السابق من هذا المود، هذا المود يشتهر بتحمله للظروف المناخية ولمتانته، واللي تعتبر IP67. طبعا IP مختصر لInternational Protection، 67 6 هي التدرج السادس للغبار، وسبعة هي التدرج السابع للسوائل واللي هي الماء. هذا المود مقاوم للغبار وكذلك مقاوم للماء إذا تغمره لحد 1 متر. هنا اللي فوق عندنا الـ 510 طبعا spring loaded كلش قوي روعة، وهنا كذلك تشوفون فتحة. طبعا هذه القطعة الربل لما نوخرها يطلع مكان المايكرو USB للشحن وللتحديث. لما تنتهي من شحن البطاريات او من تحديث المود اتأكد انه ترجع هذه القطعة لمكانها باحكام. هنا اللي قدام عندنا زر الفاير، هنا شاشة المعلومات، عندنا زر التنصية، وهنا عندنا زر التعلية. طبعا الفاير باتن مثل ما تشوفون شكله فريد من نوعه، كلش سهل الاستخدام، الكليك والتجاوب روعة مثل ما تسمعون، وكذلك مكانه بالنسبة للسبابة كلش روعة. طبعا التوب ليت مصنوع من الستينلس ستيل، هذا الجزء اللي يحيط داير مداير المود إلى هنا، هذا مصنوع من الربل على مود يقاوم الصدمات. هذا الإطار اللي مشدود بأربع براغي، اثنين من هذه الصفحة واثنين من هذه الصفحة، هذه مصنوعة من الألمنيوم. هذه القطعة بالنص طبعا جواها مثل سفنج الضغط العالي ناعم الملمس، مصنوع من الجلد الطبيعي ويضيف لمسة من الفخامة. هنا محفور جيك فيب، وعلى هذا الجانب محفور ايجس. هنا اللي جواه على باب البطارية مثل ما تلاحظون مكتوب ايجس، عندنا 5 فتحات لتهوية البطارية. طبعا انت راح تسأل زين شلون عندنا فتحات لتهوية البطارية وكذلك بنفس الوقت مقاوم للماء. طبعا لما نفتح باب البطارية راح اراويكم النظام اللي يستخدمه لتهوية البطارية وكذلك اللي جعلها مقاومة للماء. هنا عندنا الليطة اللي من خلال تدفعها لورا ينفتح باب البطارية. طبعا باب البطارية spring loaded، بس اكو ملاحظة اريد اراويكم، لما تسد باب البطارية تشوف هسه مسدود ولكن مو بالكامل، لازم تدفع باب البطارية وتتأكد انه الليطة تسده على مود يصير مانع للغبار وكذلك لدخول السوائل. هنا أنا مثل ما تلاحظون مأشرين جانب الموجب وهنا أنا السالب، طبعا داخل مكان البطارية مأشر بكل وضوح، هنا أنا الموجب وهنا أنا السالب. مثل ما تشوفون الجسم الرئيسي للمود مصنوع من المعدن، شيء كلش رائع. طبعا هذا النظام اللي كنت أسولف به اللي تشوفوه هنا أنا، هذني الست فتحات صايرة مثل الغشاء كلش ناعم، طبعا ما اريد ادفعه باي شكل بس مجرد اريد اراويكم. هذني عندنا 6 فتحات، هذني الاغشية كلش خفيفة، فاذا صار اي تنفيس بالبطارية هذني رأسا ينفتقن وبالتالي التنفيس يطلع من هذا الجزء من الباب من فتحات التهوية. فهذا النظام اللي مستخدميه لمنع دخول اي سوائل الى داخل المود. طبعا هنا هم عندنا ربل، فلما تسد باب البطارية مثل ما تلاحظون هذا اللي يمنع دخول السوائل، وهذا اللي تكلمنا عنه هنا مثل ما تشوفون. ادفع لي جوا، اتأكد انه يكون مدفوع لي جوا وبالتالي يثبت الليطة. هسه نجي بشكل سريع نراجع قائمة المستخدم. طبعا 5 دوسات يشغل المود. هنا اللي فوق عندنا النظام اللي مستخدميه هو الباور او الواتج. هنا عندك الواطية، هنا عندك مؤشرين للدلالة على الشحن الموجود بالبطارية، هنا المقاومة، الفولتية، الامبيرية. طبعا الامبيرية تظهر لما تدوس زر الفاير، وهنا عدد السحبات، وهنا الطول او مدة السحبة. طبعا اذا ندوس زر الفاير وزر التعلية سوا نقدر نغير ضوء الشاشة مثل ما تلاحظون،
بس لازم تظل دايس على الفاير بوتن لما تسوي هذا التغيير. اول ما تعوفه يتثبت، واذا ندوس زر التعليه والتنصيه سوا نقفل الواطيه مثل ما لاحظتوا طلع لنا قفل. هسه ما نقدر نعلي ونصي الواطيه، على مود نوخر القفل نفس الشيء، نظل دايسين على زر التعليه والتنصيه سوا يتوخر القفل، وبالتالي نقدر نزيد ونقلل الواطيه. اذا ندوس الفاير بوتن 3 مرات، 1 2 3، نشوف صار هايلايت. وهنا نقدر نغير النظام اللي نستخدمه. هسه هذا temperature control nickel، تحكم حراري نيكل شان، تحكم حراري ستينلس ستيل، تحكم حراري تيتانيوم، هذا التي سي ار فاليو، هذه الكيرف، هذه حسب الطلب، الواطيه حسب الطلب. هنا أنا عندنا نظام الباي باس واللي يكون شبه ميكانيكال. دوسه مره لخ، نرجع على الباور. اذا ندوس زر الفاير مره نشوف انه ينزل على الكويل، نقدر منا نقفل المقاومه. هسه قفلنا المقاومه مثل ما شفتوا ظهر القفل او اتوخر القفل. ندوسه مره لخ، نرجع على او ننزل عفوا الى عداد السحبات، نقدر نصفره لما ندوس الزائد. تظل دايس الفاير بوتن نطلع من القائمه. لتغيير لون الشاشه ندوس زر الفاير 3 مرات، لما نجي على اختيار النمط ندوس زر التعليه والتنصيه سوا يتغير لون الشاشه مثل ما تشوفون، وعندك 3 الوان. لما تختار اللون اللي تريده يا اما تعوف المود وهو يثبتها، او تظل دايس الفاير بوتن ويثبت. شباب اللي شفتوه كان مراجعة الايجس ليجند كيت من شركة جيج فيب. هلكو شنو رأيك؟ نجي اول شي نتكلم عن السلبيات. صراحة التانك ما عيره اهتمامه هواي، لان حاله حال اي تانك اخر يستخدم كويلات البيبي بيست، واللي يعتبر شيء ايجابي، ولكن بنفس الوقت ما الى ار بي اي فاعتبره شيء سلبي. من النقاط السلبية تجاه هذا المود فقط نقطة واحدة، واللي هي انه تستخدم فقط بطاريات 18650. يا ريت لو كانت تستخدم بطاريات 21700 او على الاقل 20700. غير هذه النقطة ما عندي اي نقطة سلبية تجاه هذا المود، المود اكثر من رائع. النقاط الايجابية هواية، انه مقاوم للماء، مقاوم للغبار، مقاوم للصدمات، تقدر تشد عليه تانك لحد 30 ملم، الشريحة راقية، الوزن شوية ثقيل ولكن يوحيك بالمتانة، شيء كلش رائع. فاذا انت من الاشخاص اللي يدورون على مود خفيف، هذا المود مو الك. بالنسبة للسعر، طبعا انا اشتريت هذا الكت ويا الشحن والضريبة، وقع علي $80. كتقييم اقيم هذا الكت 9 من 10، ولكن لان اهتمامنا اكثر شيء باتجاه المود، تقييمي للمود 9.5 من 10، وذلك لسبب واحد، انه يستخدم فقط بطاريات 18650. بالنسبة للجيفوي لهذا الفيديو، راح يكون هذا الكت مني شخصيا، وعلى مود اسمك يدخل بالقرعة، تكتب مثل ما يظهر على الشاشة هاشتاج ايجس ليجند. ونذكركم ان الجيفوي فقط للي اعمارهم 18 سنة فما فوق. نأمل ان استفادتوا من الفيديو. كان وياكم هالكوم من هالكوس كلاود هاوس. نشوفكم فيديوهات اخرى وريفيوهات اخرى. دمتم بخير وصحة وسلامة.